خصنا نعلموا الفشل ديالنا الدارية، لأنه الجامعة لا تستطيع لحد الآن حتى ترميم واحد البناية اللي هي مركب تطابير صغير كنا مع أنفسنا. للأسف نخجل أنه الجامعة في المستوى ديال الجامعة تستطيع أنها تحتاج أن ندير شراكة باش تأهل واحد المعهد اللي ديجا مبني وكان خدام. الحق تأجيل هذه المشاريع إلى أجل غير مسمى، علاش؟ لأنه التزام بالشراكات من طرف الشركاء. احنا عارفين أصلا بأنه قليل الشراكة اللي تنجح، علاش؟ لأنه ما كاينش التزام بين الجهات اللي تتوقع لها الشركة، كنتي تعذر بخطأ إداري، كنتي تعذر مجموعة من الأعذار كثيرة بزاف. إذا خصنا نفكروا أولا بطريقة أخرى تفهموا هذه المشاريع ديال الجامعة ديال الصرف اللي غيستافد منها هو الساكنة ديال الجامعة ديال الصرف، صاحب المشروع هو الجامعة ديال الصرف. ولكن الإشكالية ديال التمويل أننا نبقاو نعاودوا الشراكات مع جهات أخرى، هذا راه ماشي الحل، وغادي نبقاو ديما فهاد الصيرورة، ديما فهاد النتائج هذه. إذا شريكنا الوحيد اللي ممكن نعاونوا عليه واللي المفروض عليه انه يدعمنا اللي هو الدوله جهه، ما نقدرش نهضرو في الجهه. انا نعطيك امثله، مجموعه من المدن في المغرب تصرف عليها الامكانيات في الدوله بسخاء. مثلا اكادير الدنيا كلها تعاود مشاريع كبيره تفوق الطاقه ديال الجهه اللي تتصدرها. كاين مدن اخرى جديده، كاين بزاف ديال المدن في المغرب التي تؤهل. العاصمه الرباط ما فيهاش ميترو ديال الطرابلس اللي فيها الحمر، كلشي خضر وكلشي زوين وكذا، والهوبونس مقفول بزاف ديال الامور. الدار البيضاء كذلك الان تعرفوا واحد المهضار التي تتجاوز الامكانيات ديال جماعه الدار. اذا سنعاود نعرفوا بانه ما جاء باتجاه الوالد لتمويل مشاريع المدينه هو اننا نتوجهوا للدوله، هذا عقل ديالنا. انه خاص واحد العداله مجاليه، خاص العداله بين المدن. اشنو هو الموقع ديالنا حنا في هذا المجلس اذا ما كناش قادرين اننا نوجهوا البوصله في اتجاه الجهه اللي خاصها تحقق هذه المشاريع، لانها مشاريع ضروريه للبناء في الصفات. وتيبان بانه المشروع اللي بالفعل بغات الدوله بغات يتحقق راه تدير ليه السبل. هذا مشروع مهم للمدينه ديال معالجه المياه ديال العادمه وترجع للمدينه لسقي الغرف وكذا، هذه هذا مشروع مهم للمدينه بزاف، ولكن الدوله بغات يكون راه الان بدون هذيك الاتفاقيات اللي كان فيها شي عيب بشكل راه غادي تعاود السلام عليكم وغادي تبشر الدراسه ويكون تسبول ينجز المشروع. حنا هادشي اللي بغينا، اذا كان شي مشروع نفكروا فيه نديروا ليه الدراسه ديالو ونرافضوا بانه يتمول من الجهه اللي تحمل المسؤوليه في التمويل، اما الشراكه مع بعض الوزارات على المستوى الاقليمي لا تعطي نتيجه، والدليل على ذلك راه تش من 2022 حنا نتصادقوا على الاتفاقيات وندرسوا الاتفاقيات ونتغلقوا عليها في المجلس، وحتى شي اتفاقيه ما تنفذت وما عمرها غادي تنفذ. اذا نوعاو ونعرفوا بانه ما نعاودوش الاتفاقيات، ما نبقاوش نبرمجوا شي مشروع في اطار النتيجه ديالو غيكون عبر اتفاقيه مع الجهه الفلانيه او الجهه الاعلاميه، وانما الا كان شي مشروع باغي يتنجز نعاود على اننا خصنا نترافعوا عليه مع الدوله ومع الجهات اللي تمولوا ويتنفذوا. هذه وجهه النظر ديالي، وربما هذه المساله هذه تقاسمها مع الجلاله من خلال مداخلات رسميه بان الكل حس بانه هذه الاتفاقيات راه لا ترجى منها فائده، لانها مجموعه من الاتفاقيات ومجموعه من المشاريع اللي كان نورمالمون بحال هذه خاصها تنفذ. ولحد الساعه ما زلت ما شفناش حاجه وشكرا.